هنا بمقاطعة البترول المميع لشركة نفطال بأرزي وشرق وهران. تقوم ثلاث فرق تعمل 24 ساعة على 24 لتوفير قاروات غاز البوطان تحسبا لفصل الشتاء بمعدل 3 رحلات يومية لتزايا الغاز عبر محطات البنزين. سبور اسيزور نكونوا ساي او بوست نبداو لو طرافاي تاعنا اسيزور دي فوا 6:30 7 موان كار اللي قلنا نكونوا في لي ستاسيون باش او موان نوفروا لو برودوي قبل ما يجي المشتري. ودي فوا اللي تتحتم علينا دي فوا حتى اللي نكونوا نديروا دو روتاسيون تروا روتاسيون بار جور باش يكون كاين دائما لو برودوي باش ما تكونش كاينه طلبيه. اجراءات استباقيه قامت بها شركه نفطال هذه السنه لتوفير قارورات عبر المناطق النائية، حيث بلغت نسبة التموين بالغاز البوطان 130% توزع عبر 3 ولايات وهران مستغانم ومعسكر. يعني من ماي تقريبا بدينا الحملة، بدينا التحضيرات فيما يخص عصرنا، فيما يخص تهيئة المراكز التعبئة نتاعنا، فيما يخص صيانة الشاحنات، فيما يخص توظيف العمال، إضافة فرقتين ندخلوهم برسك في نوفمبر. التزايد الكبير لطلب المواطنين على قارورة الغاز، والدليل على ذلك أننا نحن في هذه المرحلة هذه رحنا فوقنا 100%، نحن تقريبا 135% 140% زيادة على الإنتاج وزيادة على تسويق قارورة الغاز. قمنا بإجراء اجتماعات مع مديرية الطاقة اللي كنا من ولاية وهران مستغانم ومعسكر، كذلك كثفنا الجهود هذه السنة وين عملنا مع مباشرة مع مصالح رؤساء الدوائر والبلديات خاصة في المناطق اللي غيب فيها الربط بالغاز الطبيعي. تذبذب توزيع قارورات البوطان في السنوات السابقة مررتها شركة نفطال باستهلاك مربي الدواجن والحلفيين بكثرة للغاز، إلا أن هذه السنة قد وفرت صهاريج خاصة لهذا الغرض. من خلال الدراسات والإحصائيات لاحظنا بأن مربين الدواجن وكذلك الحرفيين والصناعيين يستخدموا البيتراز كمنتوج بديل للبيتراز. المؤسسة طرحت صهاريج اللي يحتاج سواء كان مربي الدواجن ولا حرفي ولا صناعي، اللي يحتاج صهاريج راهي متوفرة بأسعار مدروسة. المواطن بدوره لاحظ وفرة غاز البوطان هذه السنة خاصة في البلدية المعزولة للولاية. دائما الغاز كي يخصنا نجي لهذه المحطة، هذه دائما نوجد بها، اللهم لك الحمد. عمري ما جيت هنا وردوني أبار لي ما كانش الكاميو هكا ما جات ولا. والما نجي أخويا لا ما نعرف صهري واقف ولا ميت، والما نجي نصيب الغاز. ويبقى أخذ الحيطة والحذر، والاستعمال العقلاني لهذا الغاز أحد شروط قضاء شتاء دافئ بدون أي خسائر مادية أو بشرية.